ان شهندة نفس السؤال، ليه التحكيم؟ بدأتي بالتحكيم ليه؟ وليه اخترتي هذا المجال اللي ممكن يبقى لبعض الناس صعب جدا؟ اولا انا كنت لاعبة كرة، لعبت في نادي سموحة 5 سنين، نادي طيران 3 سنين، مصر المقاصة، منتخب مصر. فكنت حابة اكمل في نفس المجال، كنت حابة مجال الكرة جدا، عندي هوية ليه. كنت بسافر من اسكندرية، من اسكندرية لفيوم عشان اتمرن في مصر المقاصة. كنت بسافر بعد كده من اسكندريه للقاهره عشان كنت بتمرن في الطيران ده في القاهره. فانا كنت حابه مجال كره القدم جدا، شايفه نفسي فيه. فكنت حابه اكمل بعديه التحكيم، لقيت نفسي فيه جدا. بدات امتى التحكيم بقى، سنه كام؟ بدات التحكيم من 2014 2015، بقيت حكم دولي من 2017. انت حكم ساحه؟ انا حكم ساحه. حكم مساعد مظبوط؟ انا مساعد. حكم مساعد. كنت بتلعبي فين او بتلعبي مركز ايه وانت بتلعبي كره قدم؟ باك يمين. زي العين. عندنا مشكله شويه في موضوع الكره النسائيه في مصر، الاهتمام بيها. الفتره السابقه كان ما فيها يعني عدم اهتمام، لكن الفتره الحاليه شايفه في تطور كتير في مجال كره القدم النسائي. شايفه في دعم كبير من الاتحاد. شايفه الدكتوره سحر عبد الحق واقفه ورا اللاعبات، وان شاء الله اتمنى لهم التوفيق الفتره الجايه، عندهم بطوله في الجزائر، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كابتن